وعلم آدم الأسماء كلها. كل واحد يعرف اسمي مريم، بشار، ديانا، احنا ثلاثة هلا، ميم، ب، دال. شوفوا الكتب يلي بتحكي عن هالمعرفة، مش معلومات. ديانا بعدة لغات اسمها الحجاب النوراني، ليدي ديانا، بس ما فهمنا. كل اسم له ألف معنى ومعنى. كل اللغات مر ويم ونور، بشار بشرى، إشارة بشارة، وبتحملها وبتقول لبيك اللهم لبيك. وقت الحدا بيعيط بيعيط لها ديانا، فإذا إذا عندها بريد إلكتروني ولا شيء بتبلش بديانا، مش بالعيلة الفرحات، لا ما في قلب إنه أنا عيلة خاصة مهمة كتير. لا، كلنا عنا الفرح قلب. الظاهر، الفايد، الخارج، في وحدة اسمها مظهر وتزوجت وبدها تحمل اسم زوجة. ليش مش هو بدك تحمل اسمك؟ يعني انت خليكي باسمك وباسمه. من بيت مرعي، قالت لهم يعني بدي يكون اسمي منظر مرعب. راحت ولا ميمي، ما بتعود تعرف ميمي يعني ولد صغير، منصور ميمي. اختاروا انت الاسم، بس عمرك 11 12 13 تعرف بدي احمل هالاسم. وليش بتحب تحمله؟ يا مصطفى يا مصطفى يا حبيبي، انت اصطفاك، ما حدا مثلك، ما في شعره مثل التاني، ما في بصمه مثل التاني، ما في اسم مثل التاني. اذا في مليون بنت وكلهم اسمهم ديانا، ما في ديانا مثل التاني. وقت الفيت واحد وكلهم نايمين كانوا التلاميذ، وفي واحد اسمه عبده، قال عبده، وهي عبده بيسمع اسمه، كلهم نايمين. نور، قام نور بنته صبي. نحن بهالزمن لازم ننتبه، البنت اسم بنت انثى، والذكر اسم ذكر، لأنه اللوطية والليزبيان عم بتزيد كتير. هو لازم يكون بني لوط نبي، ولكن 10% مش 70 و80. ليش زادوا هلأ؟ لأنه بيرث كنترول طبيعي، ما بقى فيها تحمل الأرض 10 مليار. صار الصبي مع الصبي والبنت مع البنت، مثل ما انت عم بترضعي، بترضعي صبي وبترضعي بنت. كلمة woman يعني womb with man، والانجليزي بيلعب اكتر بالكلمات وبحرية اكتر. فإذا كل واحد وقت اللي بتقرأ اي كتاب، ما تقرأ شو قال عنه. مينك انت تحكي عن مصطفى محمود، عن جبران، عن اوشو، عن الزهره، عن الورده، عن هاي اللي بتوقع على الارض ما بتعرفها، عم بتعانعن قلقله وعنعن، قال فلان عن فلان عن فلان. ونصير نحن نحفظ شو قال فلان عن فلان عن فلان، الدكتور الفلاني الفلاني، الاستاذ البروزفور.
امبارح اجا سهر عنا طبيب، مش حكيم، طبيب بيعرف انه العمليات والادويه خصوصي مطرح ما نحن هلا بدبي مثله مثل لبنان، يعني قلت انا يمكن نحن اكثر من غيرنا عم نموت بالادويه وبالمستشفيات. لا هون كمان وين ما كنا باي بلد هلا عربي انتبه عم بيستخدموا هالانسان العربي. انت صرت المختبر، جربوا في طعمه وحطوا له طعم. في مستشفى بلبنان والطبيب هو شخصيا قال لي شو عم بيعمل. بس تولدي شوفي مدام، يعني حليبك منه منيح، نحن عم نعطيك حليب وتقدم هدية منا نحن، ميرسي دكتور. بتعطيها الحليب بس ما بتقرا شو مكتوب بهالحليب شو محطوط، وهي طالعة من المستشفى بيقول لها بس تصيري بعيدة عن المستشفى بتفتحي هالعلبة بتشيلي بإصبعك هيك بتدهني له لسانه لهالطفل. هيدي المناعة اللي بدها تقويه وبدها تخليه ما يستقبل أمراض أبدا. ميرسي دكتور. تعطيها بضل مريض كل حياته. مين السبب؟ هالأم ما بقى في أمومة، ما في أبوة، عم نخلف 2 كيلو لحمة بدون رحمة.